اليمن تتوه في نفق الحرب ولا ضوء بعد يشير لقرب نهايتها. أعداد القتلى من المدنيين كبير وضعفهم جرحى بإضافة للنازحين واللاجئين، وهو ما دفع الأمم المتحدة والمفوضية الأممية للتحذير من كارثة إنسانية متصاعدة. أما تفاصيل الأزمة بالأرقام فتقول الأمم المتحدة إن هناك أكثر من 3700 مدني قتلوا وجرح أكثر من 6000 آخرين. المتحدثة الرسمية باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان رافينا شمدساني تحدثت في موجز صحفي عقدته في جنيف بأن أعداد الضحايا ترتفع باستمرار خلال الأسابيع الماضية، حيث سقط في شهر يوليو الماضي ما لا يقل عن 60 مدنيا وجرح 123 آخرون، وأشارت أيضا إلى مقتل 223 شخصا وجرح 466 بين المدنيين منذ إعلان نظام وقف إطلاق النار باليمن في 11 من أبريل الماضي. الجديد في هذا التقرير الأممي تحميل المسؤولية الكبرى في استهداف المدنيين للحوثيين بعد أكثر من عام على اندلاع الحرب، وهي المرة الأولى التي توجه فيها منظمة عالمية أصابع الاتهام مباشرة لميليشيا الحوثي والمخلوع، رغم قولها إنها تحمل كافة الأطراف مسؤولية ما يجري في البلاد، وأن هناك مواطنين أبرياء تضرروا جراء غارات نفذتها طائرات التحالف العربي. ناقوس الخطر ما يزال يدق معلنا كارثة تتفاقم في اليمن، فيما لا إشارات تدل على انتهاء الحرب لتنتهي بذلك معاناة المواطنين اليمنيين.